قبل أن يدخل المسلم في الصلاة لابد أن يأتي بشروط الصلاة. أهم شرط عندنا من شروط الصلاة الإسلام، لا تقبل الصلاة من المشرك. من يدعو أصحاب القبور؟ يذبح للجن. هذا صلاة لا تقبل حتى يتوب. الشرط الثاني من شروط الصلاة العقل، فلا تصح صلاة المجنون. الشرط الثالث التمييز، يعني التفريق بين الأشياء. فهذا الصغير نقول له تعال يأتي، اذهب يذهب، هذا معناه أنه يميز وفرق بين الأشياء، صلاته صحيحة، وإذا كان لا يميز فصلاته غير صحيحة. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ولا بد من إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان الذي تصلي فيه. ولا بد من رفع الحدث الأكبر والأصغر، الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال والأصغر يرتفع بالوضوء. نعم. وستر العورة واستقبال الكعبة مكة ودخول الوقت، لا يصح أن يصلي قبل الوقت ويحرم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يعني حتى يخرج وقت العصر مثلا. نعم.